Every day is a new beginning. Take a deep breath, smile, and start again. السلام عليكم من غابات برقش. أنا يزن طلفاح، للي أول مرة بدخل على الصفحة. محتوانا للكامبينج وللهايكينج وللسياحة الداخلية. طبعاً إحنا هاي المنطقة خيمنا فيها أكثر من مرة بس ما صورنا فيها، والناس كثير سألتنا عنها. منطقة برقش، منطقة الطور الأحمر، المنطقة كثير حلوة، من أجمل طبعاً المناطق اللي إحنا جيناها. للكامبينج كثير ممتازة، للهايكينج صعبة، بدك تكون متمرس هايكينج إنك تقدر تعمل فيها مسير. فيها طفات عشانه عالية وفيها انحدارات قوية. منطقة من إربد مثلث برقش، بتصف عند مثلث برقش، بتلاقيك باركينج هناك، بتصف هناك لا فور ويل، ما في أي سيارة بتدخل لجوا، بدك تعمل مسير. المسير فيها تقريبا 300 متر 400 متر، بعدين تنزل باتجاه اليمين، في أكثر من إطلالة. المنطقة كثير حلوة، والمنطقة طبعا للي بيعرفها، اللي بدي يعمل صور، اللي بدي يطلع فيديو مرتب، كانوا كثير ناس يجوا على البداية من المناطق الأولانية. كثير حلوة المنطقة، ننصح فيها. طبعا احنا خيمنا بهاي المنطقة، الفيو تاعنا كان كثير حلو، والفترة هاي هادي ما في هواء، يعني جميلة وهادية، بس بدك تنتبه من الانحدارات. انحداراتها تفرج هون هيك، يعني هون، يعني الأطفال، يكون حدا مع أطفال ترى ما بتزبط، يعني هون كثير خطرة وعالية، مش إنه يعني مسافة عالية جدا. طبعا هاي المنطقة اللي هي الأشهر، المنطقة اللي رايحين نشرح لكم عنها. طبعا الموقع رقم الخريطة راح نقول لكم إياه بالضبط وين الموقع، بدك تنتبه، يعني المنطقة كثير عالية، يعني مش سهلة، يعني بدك تتصور على الهدى، ما تقرب كثير للمناطق، يعني خطيرة. بس المنطقة كثير جميلة، بننصح فيها. الفيديو سريع، المنطقة تعودتوا علي كلمة إنه المنطقة شارحة حالها، وفعليا المنطقة هاي شارحة حالها، بس بدك تيجيها بكير شوي، ما تيجي يعني تكون انت واصل المنطقة على الساعة 4. احنا بالصيف الساعة 4 للساعة 8 لحد ما تصير الدنيا مغرب، على اساس انك تقدر تمشي وتلاقي الموقع تاعك وتشوف. طبعا عشان فيها كثير طفات او منحدرات جبلية، المنطقة كثير حلوة. طبعا المنطقة احنا برقش، لواء الكورة برقش المثلث ما بين اربد، لواء الكورة عجلون. ما راح اقدر انزل، بدنا مساعدة، يعني ثواني. طبعا المنطقة حكيت اللي بدو يتابع الفيديو وبدي يجي على اساس الفيديو تاعي، بدك تنتبه من المنطقة، عرفت؟ يعني المنطقة كثير، يعني تفرجوا هيك منحدرة كثير. انا بعرف انا بالصور او بالفيديو المنطقة كثير يعني عالية، او جبلها كثير منحدر، بدك تنتبه. يعني ما تيجي لهون مش تمسك الكاميرا وتصور وتنسى حالك، يعني بدك تنتبه. هاي المنطقة طبعا هون اللي انشهر اكثر الفيديوهات والصور كثير، هون المنطقة حلوة. بس بدك تكون بعيد عن الحفة. تفرجوا كثير المنطقة جميلة، ننصحكم انكم تزوروها. الكامبينج كثير رهيب المنطقة. للهايكينج بدك تكون متمرس هايكينج، يفضل يكون فيه كمان القمر بدر. يعني امبارح كان احنا القمر عمره 26 يوم، 80% ما فيه، بس احنا حافظين المنطقة واجينا خيمنا هون اكثر مرة. اذا تيجي لهون بدك تكون عارف المنطقة، او تيجي وقت يكون فيه
قمر. نترككم على الفيديو ان شاء الله يعجبكم. طبعا قعدتنا ما بتكمل الا مع كاسه شاي على الحطب مع الفيو الجميل. صباح الخير. الساعه حاليا 4:15. بنورجيكم كيف عشان في غيوم كيف راح تكون الإطلالة الصباحية. خليكم. صباح الخير. تفرجوا على الفيو الجميل. طبعا الساعة 5:15. شوفوا الغيوم كيف كثير جميلة. وهيك الفيديو بنهايته ان شاء الله عجبكم. تنسوش لايك سبسكرايب. نشوفكم بإطلالة جديدة. باي.